السلام عليكم. حساب الاحتمالات Calcul des probabilités. التمرين الثاني. يحتوي كيس على 3 بيدقات خضراء و 4 بيدقات حمراء كما يبين الشكل جانبه. 3 بيدقات خضراء و 4 بيدقات حمراء. لا يمكن التمييز بين البيدقات باللمس. نسحب عشوائيا وفي آن واحد، يعني السحب آني، 3 بيدقات من الكيس. أولا، ما هو احتمال الحصول على بيدقتين بالضبط لونهما أخضر؟ ثانيا، ما هو احتمال الحصول على 3 بيدقات من نفس اللون؟ ثالثا، ما هو احتمال الحصول على بيدقة خضراء على الأقل؟ إذن سأمر إلى الأجوبة. إذن أولا، كما هو معتاد، يجب أولا أن نحسب كاردينال رئيسي المجموعة أوميغا. أوميغا هي مجموعة جميع السحابات الممكنة. إذن لتكون أوميغا هي مجموعة السحابات الممكنة، إذن كاردينال أوميغا يساوي سي 3 من 7. لماذا استعملت لكومبينيزون أو التأليفات؟ تو سامبلومون، أو ببساطة، لأننا سحبنا عشوائيا وفي آن واحد. عندما نسحب تآنيا، يعني في آن واحد، كنستعملوا هاد الكومبينيزون هادي أو هاد تأليف. إذن كاردينال أوميغا أو رئيسي المجموعة أوميغا هو سي 3 من 7. من جهة السبعة هذه راه هو مجموع البيدقات الموجودة في الكيس، 4 زائد 3 7. إذن سي 3 من 7 تساوي، أطبق هذه الصيغة، تساوي 7 فاكتوريال n هو 7 و بي هو 3 على P فاكتوريال، يعني 3 فاكتوريال مضروبة في N ناقص P. 7 ناقص 3 4 4 فاكتوريال. ثم أتابع عملية الحساب. إذن هنا عندي 4 فاكتوريال في المقام، خاصني تكون عندي 4 فاكتوريال في البسط. إذن غادي نبدأ من 7 حتى 4 ونوقف، ندير فاكتوريال باش نختزلها. إذن اش غادي تعطينا؟ غتعطينا 7 في 6 في 5 في 4 فاكتوريال على 3 فاكتوريال، هذه هي 3 في 2 في 1 في 4 فاكتوريال. ثم اختزل ب 4 فاكتوريال، هذه اختزلها مع هذه اللي في المقام. علاش؟ لان عندي هنا جداء في المقام وجداء، جداء في البسط وجداء في المقام. اذا اشبق عندي 7 في 6 في 5 في البسط هي، ثم في المقام 3 في 2 في 1 تساوي 6. هاد 6 3 في 2 6، إذن عندي 6 في البسط و 6 في المقام. غيختازلو نختازل بهاد 6 هذه وهاد 3 في 2 اللي هي كتساوي 6. إذن اش بقى عندي؟ 7 في 5 على 1 هي 7 في 5 هي 5 و 3. إذن كاردينال أوميغا أو رئيسي المجموعة أوميغا يساوي 35. إذا الآن نمر إلى السؤال الأول، للجواب على السؤال الأول. إذا سنسمي أ، نرمز بأ إلى الحدث الحصول على بيدقتين بالضبط لونهما أخضر. إذا هكذا مثلا، هذا مثال، يعني هذه سحبة ممكنة، بيدقتين بالضبط لونهما أخضر، يعني زوج بيدقات لونهم أخضر ومعهم بيدقة لونها أحمر. إذن هذا يعني أن الحصول على بيدقتين خضراوين وبيدقة حمراء، لأنني سحبت 3 بيدقتين خضراوين وبيدقة حمراء. وكما أشرت سابقا أثناء دراسة التمارين حول التعداد، هدوى كرمزوا لها يعني بالضرب، وهاد بيدقتين خضراوين يعني يتم
سحب بيضاقتين خضراوين هما جوج من ثلاثة، سي اثنان من ثلاثة. إذا كاردينال أ يساوي سي اثنان من ثلاثة مضروبة في واحدة حمراء، واحدة حمراء هي واحدة بيضقة واحدة من بين أربعة. إذا الآن غادي نحسبو هاد العدد هذا، كاردينال أ يساوي ثلاثة فاكتوريال صيغ، هذه ضروري هاد الصيغة تكون معروفة، هذه إذن تعطينا ثلاثة فاكتوريال على اثنان فاكتوريال مضروبة في ثلاثة ناقص اثنان فاكتوريال، ثلاثة ناقص اثنان هي واحد في سي واحد من أربعة. غادي نزيدكم واحد الصيغة أخرى هي مهمة جدا، ملي كيكون عندي هنا ديما هنايا واحد هنا وهنا واحد العدد ان، إذا كيعطيني هذاك العدد ان، ها هي الصيغة، ها هي أضفتها سي واحد من ان تساوي ان، تساوي هاد ان هذا اللي مكتوب هنايا، هاد الان إذا تساوي ثلاثة في اثنان، لأن عندي واحد الاثنان في المقام هنا، لأن ثلاثة في اثنان فاكتوريال على اثنان فاكتوريال في واحد فاكتوريال هي واحد، ثم اختزل ب اثنان فاكتوريال من البسط واثنان فاكتوريال من المقام. أشوف عندي ثلاثة على واحد هي ثلاثة، هذه عطتني ثلاثة، هذه هذا العدد هذا عطاني ثلاثة، هو مضروب في هاد الأربعة، إذا تساوي 12. إذا رئيس المجموعة أ أو كاردينال المجموعة أ يساوي 12. إذا هنا كاين واحد الملاحظة يعني مدروسة في الدرس، وهو بما أن كل الأحداث الابتدائية متساوية الاحتمالات، إذا الصيغة ديال probability أو ديال احتمال أي حدث أ، أي حدث أ من مجموع أوميغا كيساوي كاردينال أ على كاردينال أوميغا. باش عرفنا هنايا ماذا تعني، ماذا تعني كل الأحداث الابتدائية متساوية الاحتمالات، هاد الجملة هذه كاينة في النص، كنذكروها دائما في النص، وهي لا يمكن التمييز بين البيضاقات باللمس، لا يمكن التمييز بين البيضاقات باللمس، هذا معناه أن جميع الأحداث الابتدائية متساوية الاحتمالات. إذن P دو A probability دو A تساوي كاردينال A على كاردينال أوميغا. إذن غادي نعوضو، كاردينال أ هو 12 على كاردينال أوميغا راح نحسبناها سابقا هي 35. إذن probability ديال ليفينمو أ أو الحدث أ هو 12 على 35، 12 على 35 عدد كسري غير قابل للاختزال، إذن كيبقى كما هو عليه. غادي نمرو إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني شنو قلنا فيه؟ ما هو احتمال الحصول على ثلاث بيضاقات من نفس اللون؟ ما معنى الحصول على ثلاث بيضاقات من نفس اللون؟ معنى ذلك أننا الحصول على ثلاث بيضاقات من البيضاقات الحمراء أو ثلاث بيضاقات من البيضاقات الخضراء. إذن ليكن ب هو الحدث الحصول على ثلاث بيضاقات من نفس اللون، إذن أي الحصول على ثلاث بيضاقات حمراء أو حصول على ثلاث بيضاقات خضراء كما هو مبين في هذا الرسم التوضيح، ثلاثة خضراء أو ثلاثة حمراء. إذن الحصول على ثلاث بيضاقات خضراء يتم بكم كيفية؟ يتم بثلاثة من ثلاثة، علاش؟ لأن عندنا غير ثلاثة البيضاقات خضراء في الكيس، هما ثلاثة من ثلاثة، سي ثلاثة من ثلاثة، أو كتعني زائد ثلاثة البيضاقات من الحمرين، يعني ثلاثة البيضاقات من أربع بيضاقات من بين أربع بيضاقات حمراء، علاش؟ لأن عندنا في الكيس أربعة البيضاقات حمراء، غناخدو منهم ثلاثة. كيبقى الحساب الآن بسيط جدا، إذا ها هي
إذن كاردينال بي كيساوي سي ثلاثة من ثلاثة زائد أو هي زائد سي ثلاثة من أربعة. سي ثلاثة من ثلاثة هذه تاني غنعطيها لكم على شكل صيغة تحفظوها، كتعطي واحد. ها هي إذا كان عندك سي بي من بي بي هنا نفس العدد هنا وهنا، هذه كتساوي واحد بلا ما تبقى تبرهن عليها، أو إلا بغيتي تبرهن عليها برهن عليها من هذه. هذه راهي الصيغة الأساسية. إذا سي بي من بي تساوي واحد. إذا هنا سي ثلاثة من ثلاثة هي واحد زائد سي ثلاثة من ربعة، هذه ثانية غادي نطبق عليها واحد الصيغة، إما نحسبها بطريقة مباشرة استعمال هذه الصيغة، أو نستعملو هذه هاد الصيغة هذه، هذه تاهي راه كاينة في الكور هذه الصيغة. إذا إذا كان عندي سي بي من ان كندير تساوي سي، هاد الان كنعاود نكتبها هنا وهنا الفوق، هنايا هنا الفوق هنا نكتب هاد ان ناقص هاد بي، ان ناقص. إذا سأطبقها هنايا. إذا قلنا سي ثلاثة من ثلاثة هي واحد، والسي ثلاثة من ربعة كتب ربعة في بلاصتها هنا، وهنا الفوق كتب ربعة ناقص ثلاثة، ربعة ناقص ثلاثة هي واحد. إذا أش ولات عندي دابا؟ ولات عندي الصيغة واحد من ان، هذه اللي طبقت هاد الصيغة هذه طبقت من قبل، هذه واحد من ان كتعطي ان. إذا سي واحد من ربعة كتعطينا أربعة، واحد زائد أربعة تساوي خمسة. إذا رئيس المجموعة ب أو كاردينال المجموعة ب يساوي خمسة. وبالتالي بما أن الأحداث متساوية الاحتمالات، يعني كما أشرت البيضاقات لا يمكن التمييز بينها باللمس، هذا معناه أن الأحداث الابتدائية كلها متساوية الاحتمالات، هذا نفس الاحتمال. إذا هنايا غادي نمشيو إلى الحساب ديال احتمال ب، احتمال الحدث ب. إذا كيعطينا كاردينال ب على كاردينال أوميغا، كاردينال بي هو حسبناه خمسة، على كاردينال أوميغا راح نحسبناه هو خمسة وثلاثة، ونختزل بخمسة، هذا الكسر هذا قابل للاختزال بخمسة، نقسم على خمسة في البسط غتعطيني واحد، ونقسم على خمسة في المقام غتعطيني سبعة، خمسة وثلاثين على خمسة هي سبعة. إذا احتمال الحدث بي يساوي واحد على سبعة. عندو السؤال الثالث، السؤال الثالث ماذا يقول؟ ثالثا، ما هو احتمال الحصول على بيضقة خضراء على الأقل؟ شرحت فات مني شرحت هاد الجملة أو هاد الكلمة على الأقل شنو المعنى ديالها. على بيضقة خضراء على الأقل معناه نحصل على بيضقة خضراء وحدة أو بيضقتين أو ثلاث بيضقات. بيضقة خضراء خاصهم يكونوا معها جوج حمرين، جوج بيضقات خضرين خاصها تكون معهم وحدة حمراء، ثلاثة البيضقات خضرين غيكونوا ثلاثة خضرين ومعهم توحدة حمراء. إذن هو الشرح هنا. ثالثا، ليكون سي هو الحدث الحصول على بيضقة خضراء على الأقل، هذا معناه أن أنا الحصول على بيضقة واحدة خضراء، أو تذكروا هذا أول شيء ثاني، الحصول على بيضقتين خضراوين، أو الحصول على ثلاث بيضقات خضراء، هذا معناه الحصول على بيضقة خضراء ومعها جوج حمرين، أو الحصول على بيضقتين خضراوين ومعهم وحدة حمراء، علاش؟ لأنني سحبت ثلاثة، أو الحصول على ثلاث بيضقات خضراء ومعهم صفر بيضاقة حمراء. ولا هذه بلا ما نكتبها، هذه أنا يعني تعمدت نكتبها هذه كما تعمدت في أحد التمارين. إذا هنايا هذه نكتبها ولا ما نكتبهاش ماشي مشكل. إذا هنا هنايا هذا الرسم هذا التوضيحي كيبين لينا إما وحدة خضراء ومعها جوج حمرين، أو جوج خضرين ومعهم وحدة حمراء، أو ثلاثة خضرين ومعهم تا وحدة حمراء. إذا هذه يتم بكم كيفية هذا الاختيار هذا؟ إذا وحدة خضراء يعني غناخدها وحدة من دوك ثلاثة الخضرين، و هادو هادي من الضرب السي
جوج حمرين من هذوك الربعة الحمرين اللي كاينين في الكيس، وندير بين قوسين باش ما يوقعش لي خلط بينات الكتابات. هي بين قوسين هادو، هذا الاختيار هذا يتم بهذا العدد من الكيفيات، او زائد نفس الشيء هنايا، خضرين جوج خضرين واحدة حمراء، جوج من ثلاثة خضرين، او عفوا و واحدة من ربعة اللي كاينين في الكيس، ديرها حتى هي بين قوسين، زائد او الحصول على ثلاث بيدقات خضراء وصفر بيدقة حمراء. اذا ثلاثة من ثلاثة مضروبة هو صفر من ربعة، ولا هذه كاع ما نكتبها، لا ندير غير ثلاثة من ثلاثة وصفر من ربعة، غنعطيكم واحد الصيغة هذه، صفر من ربعة، صفر من ان سي، صفر من ان ما عرفتش من كتبتها، ها هي سي، صفر من ان هذه تيخصها تحفظ تساوي واحد، وعلما ان عامل صفر او فاكتوريال صفر تساوي واحد، هذه راه يعني هذا اتفاق متفق عليه او اصطلاح في الدرس. اذا غادي نحسب هنايا سي واحد من ثلاثة هي ثلاثة، سي جوج من ربعة هذه راه يمكن لك تحسبها غادي تعطيك ستة بين قوسين، زائد بين قوسين سي اثنين من ثلاثة راه هي سي واحد من ثلاثة هي ثلاثة، طبقت هاد الصيغة هذه، ولا يمكن لك تحسبها مباشرة طبقت هذه. ثم سي واحد من ربعة هي أربعة، زائد بين قوسين آخرين هما سي ثلاثة من ثلاثة هي واحد، والسي صفر من ربعة هي واحد، كيف ما بغي يكون هذا العدد هنا، إذا كان فوق صفر يساوي واحد. إذا هادو غيتحسبوا، ستة في ثلاثة 18، زائد ثلاثة في أربعة هي 12، زائد واحد في واحد هي واحد، 18 زائد 2 12 تساوي 30، زائد 1 تساوي 1 و 30. وبما أن الأحداث الابتدائية كلها متساوية الاحتمال، إذن في دو سي أو احتمال سي أو probability دو سي تساوي كاردينال ديال سي مقسوم على كاردينال أوميغا، كاردينال سي 31 على كاردينال أوميغا 35. إذن هذه طريقة مباشرة جاوبنا بها على هذا السؤال هذا. الآن غادي نشوفوا معايا واحد الطريقة رقم اثنان، ولكن شوية هذه كتطلب شوية الانتباه وبعض المعلومات أو بعض لي كونيسونس اللي خاصها تكون معروفة في الدرس. ليكون إغ هو الحدث الحصول على ثلاث بيدقات حمراء، ليكون إغ الحدث الحصول على ثلاث بيدقات حمراء. إذا غنشوفوا كاردينال إغ، الحصول على ثلاثة البيدقات من هذوك الحمرين هي ثلاثة من ربعة تساوي هنا ربعة، وهنا نحط ربعة ناقص ثلاثة هي واحد حسب هذه الصيغة التي أشرت لها، والسي واحد من ربعة غتعطينا ربعة. إذا probability ديال R الحدث R تساوي ربعة كاردينال R على كاردينال أوميغا 35. إذا الحصول احتمال الحصول على ثلاث بيدقات كلها حمراء كتساوي ربعة على 35. ولاحظوا معايا ان الحدث سي هو الحدث المضاد لهذا الحدث هذا، بمعنى ان المجموعه اللي فيها غير البيدقات الحمرين تقاطع المجموعه اللي فيها البيدقات الاخرين اللي كيعطونا المجموعه سي او الحدث سي، يعني كيعطينا مجموعه فارغه، والاتحاد ديالهم كيعطينا اوميغا. إذن هنا يمكن لي دابا ندير probability ديال C تساوي probability ديال R، هاهي هنا غندير هنا C تساوي R بار، غندير P ديال C تساوي P ديال R، و probability ديال R بار هي واحد ناقص probability ديال R، هادي راه خاصية معروفة، هادي شايفينها في الدرس، ربما ديال العلوم حياة الأرض ما عندهمش هادي، ولكن ربما غتكون عند تلاميذ الفيزياء أو تلاميذ العلوم الرياضي. إذا يمكن لي دابا، وهاد واحد شنو هنايا؟ هاد واحد راه هو الكاردينال ديال أوميغا، أنا غادي نوريكم من بعد كيفاش حصلنا على هاد الواحد. إذا هنا غتعطينا واحد ناقص بي بروبابيلتي ديال إر،
وتعطينا واحد ناقص ونعوض probability دو R بأربعة على خمسة وثلاثين، واحد المقامات خمسة وثلاثين على خمسة وثلاثين ناقص أربعة على خمسة وثلاثين تساوي واحد وثلاثين على خمسة وثلاثين. داكشي اللي وجدت في السؤال بالطريقة الأولى. إذن هنا لاحظوا معايا واحد البرهان هنايا يمكن لي نطبقها بواحد الخاصية كذلك تاهي معروفة أثناء دراسة التعداد. probability ديال واحد الحدث اتحاد حدث آخر كيساوي probability ديال الحدث الأول زائد probability ديال الحدث الثاني ناقص probability ديال التقاطع ديالهم. وبما أن السي تقاطع R يساوي قلنا المجموعة الفارغة، إذا المجموعة الفارغة الكاردينال ديالها يساوي صفر، هاهي عوضتها أو probability ديالها تساوي صفر. إذن هنايا سي اتحاد R راه هو أوميغا، ها هو. إذن تساوي واحد تساوي probability دو سي زائد probability دو R اللي وجدناه هي 4 على 35، وهنايا هذه كتساوي صفر. إذن ولات عندي معادلة بسيطة، ها المجهول فينا هو نخليه هنا، وهاد 34 على 5 نحولها لهاد الطرف هنا وتنقص واحد ناقص أربعة على خمسة وثلاثين، وبالتالي غتعطيني واحد وثلاثين على خمسة وثلاثين. إذن هكذا أكون قد انتهيت من حل هذا التمرين. إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله، اشتركوا في القناة ليصلكم الجديد والمفيد.